سو ستيب الاخر نمشيو نعمل اكسبورت الفيديو نتاعنا دبليو في شورت كي فور رايت فايل اكسرسايز فايلز سو نيو فولدر فاينل رندر سو بيوتي دوت موف anyway لازم تحط بوان بيكات اما الافضل فو موف سو كوديك اتش 264 فريم 24 فريمز رندر فروم 2 تو 47 final render and this is our video so هذا كان البروجكت نتاعنا ما كانتش حاجه تغير برشا just a sphere اما كي باش تبدا تخدم وحدك فريلانس الحاجات اللي لازم تحطهم فيها في مخك اللي الفوتج هو نعرف احنا نحكيو في البيك برودكشن ولا الناس الكبار اللي يخدموا الموفيز وكل يكونوا موجودين اما الثقافة عنا في تونس مازالت شوية بعيدة سو من الحاجات اللي تطلبهم as a freelance ولا في الخدمة anyway الكاميرا موديل الفيلم باك الفوكال لينث والمستحسن يكون فما لانز جريد اكيد باش نجم تعمل جود لانز ديستورشن للفوتج متاعك مش كي تعمل انتجريشن ما بين 3D وال 2D image ما تصيرش برشا مشاكل التراك اكيد التراك اللي خدمناه مش طيارة تراك يعني just an introduction اكيد ينجم يكون خير من هكا برشا بالنسبة للمولتي باس كوبوزيت كيف كيف كانت من الفوق اما عندما anyways نجم تبدأ وحدك anyway خليتش حاجة ما قلتهاش سو كيف كيف بالنسبة للأوبجكت اللي خدمناهم أكيد إن شاء الله في ورشوب جايين نحكيو على 3D Equalizer الورد ليد في التراكينج نحكيو نعملو مخير نعملو انتراكت ما بين 2D image وال 3D نعملو destruction نعملو بايرو نعملو animation سو إن شاء الله نتلقاو في بروجكت آخر مخير إن شاء الله تكونوا استفدتوا anyway كان عندكم أي question تخليهم في الكومنت بلو ولا تبعثوا لي في البرايفت على نيدال وصلاتي ولا على البيكسي كوميونيتي هي كوميونيتي جديدة إن شاء الله باش تبدأ على قريب الفيرست في تونس أونلاين في فيكس سكول إن شاء الله نعملوا بها حاجة تساوش سبسكرايب بوتن نتلقى إن شاء الله في ورك شوب جديدة